إذا مشاهدينا الكرام متابعينا أهلا وسهلا بكم، نحييكم عبر تي في بازيدان في ظل تغطيتنا اليوم لحفل زفاف الشاب أيمن سعيد الزهراني العريس. في هذه اللحظات متواجد إلى جانبي أيمن، في البداية رحب فيك عبر تي في بازيدان على اليوتيوب. خلينا أقول لك ألف مبروك حفل زفافك والليلة السعيدة هذه اللي تكمل من خلالها نصدين. الله يبارك فيكم، أحب أشكر الجميع وأشكر كل من حضر لي في هذه الليلة، واعتبر بجية الحضور أسعد واحد. اللهم لك الحمد يا رب لك الحمد. أشكر الوالد وأشكر الوالدة وأشكر كل من حضر معايا، وطال عمرها الحمد لله يا رب لك الحمد. أيمن، أكيد أنت اليوم فرحان، يعني الأهل الأصدقاء الكل يشاركك الفرحة اليوم. اللهم لك الحمد. والله أحب أشكر الجميع، من كل من حضر، من زملاء من أقرباء من أصدقاء، فأشكر الجميع لما حبوا يرضى. ثلاث ورود اليوم، إذا هديتك أنا هي قلت لك عندك ثلاث ورود، لمن تهديها؟ أول وردة أهديها للوالد، وثاني وردة للوالدة، والثالثة للجميع. شكرا جزيلا لك العريس أيمن سعيد، حاب أقول لك ألف ألف مبروك، عسى ربي إن شاء الله يتمم لك على خير، وحياة زوجية سعيدة نتمناها لك، ربي يسعدك إن شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا لك، شكرا لك.